ما جاوبك حبيبتي اللي بدق الباب بسمع الجواب. معك حق حبيبتي سعاد، دخلك قديش الساعة؟ بدك الساعة؟ ايه ليه قديش الساعة؟ عندي موعد. الساعة 11. رجيني هنا متأكدة، بدي ساويها 11 ونص معنا. صارت تتشاكلني وتتبارد علي وتنكرسني وهذا الحيط اذا بتحكي كان ما طول لك. انت خلص كتي انت مزبوط هالحكي؟ لا مو مزبوط، هي جاكرتني ولاد مفتريه نسيتي؟ شايف شايف يا سيدي شايف شلون عم تحكي قدامك هذا من وراك شلون بتحكي؟ خلصنا بقى انت وياها، خلصنا بقى خلصنا، خليكم عم تتنعروا وانا رايح من البيت كله. جنس نمرود مثل الزيتون ما بيجي الا بالرص. ايه والله ايه والله سعيد شقتي يابا. ليش مين حضرتك؟ انا من مطعم الكرام جايب لكم شويه اغراض، تفضل. وشو هدول؟ كيلو شقف، كيلو كباب، جات سمك، شويه مقبلات، بعتهم معي الاستاذ نبيل. بس هدول؟ هدول اللي وصاني عليهم. ايه ما بصدق، ارجيني الفاتوره لشوف. الفاتوره؟ الفاتوره دفعها الاستاذ نبيل. ايه وانا شو اللي بياكد لي انه بالفاتوره ما مدفوع غير حق كيلو شقف وكيلو كباب وجات سمك وشويه مقبلات؟ بلكي مدفوع حق 5 كيلو لحمة وانت جايب لي كيلين وبس. شو عم تخونني حضرتك؟ ايه ايه بدي خونك، واذا ما بتأرجيني الفاتورة ما بتصدق. بتصدق ولا عمرك ما تصدق؟ اعطيني هالاكلات لشوف. وما شو بدك يا هون؟ بدي رجعهم على المطعم وخلي الاستاذ نبيل يجي يوصل لك ياهم بايده. لك ايه صدقتك صدقتك، الله يعطيك العافية. وين حاسبنا؟ بشو بدي حاسبك؟ اجار التاكسي روح رجعه. ليش ومين قالكم جيبولي الاكل بتاكسي؟ استاذ نبيل ترجانا نجيب لك الاكل سخن، مشان هيك اضطرينا نجيبهم بتاكسي. هلا نبيل ما دفع لكم بخشيش؟ اعطانا بخشيش بس اجار التاكسي ما دفع لنا اياه. ايه محلوله، بتخصم اجره التاكسي من البخشيش وبتناولني الباقي. عمو بدي اسالك سؤال، انت من صغرك ذكي ولا اجاك الذكاء على كبار؟ احترم حالك وعرف مع مين عم تحكي، وناولني كمالة البخشيش والا بشتكي عليك. ها وعلى شو بدك تشتكي؟ البخشيش مثل الرشوة، والرشوة ممنوعة وهلا عم بيحاربوها، ليش انت ما عم تسمع اخبار؟ اخي عم بسمع اخبار، يعطيني اجار التاكسي هات الاكلات وروح اشتكي وبلط البحر. لك لك طول بالك يا عم بمزح معك، ليش هيك اخلاقك صعبة؟ تكرم عينك، هلا بفوت وبجيب لك اجار التاكسي. الله معك. أب سعيد شقت يابو، شقلي هالباب دقيقة أب سعيد.
اختيار النحس. حق علي انا، اعطيته الاكلات قبل ما يحاسبني. ايشو هاد ايشو هاد يا عين يا سلام. اطيب اطيب شو ترايا يا سلام. انت شو تعمل؟ انت شو تعمل؟ انا كفر ما بدي اكل، ما بدي اكل. ما حرام انا ادفع حق كل هدول على العشاء؟ لك كان بزيتونتين وكاسة شاي بيمشي الحال. ليش انت دافع شي من جيبتك؟ من اخوك ما بيعمل شاي. من دفع حقه؟ من حرمالي، من تعبي ودمي وشقاي. شوف ابو سعيد، اذا بدك تضل تفكر بهالطريقة فورا رح تجيك الجلطة مرة تانية، بس رح تروح فيها هالمرة. ها فرجاء انسى بموضوع سلوتك وخلينا ننبسط على طريقة ابن اخوك. ايوه بصراحة اذا بضل نبيل هيك ماشي على هيك مستوى، لك رح ننبسط خير الله، رح ننبسط كتير. هو مسك من ايدي السيخ. ها شوف ما اطيب لك. خذ مسك. ما بدي اكل، ما بدي اكل. لك ابو سعيد اسمع مني، خذ كله. لك ما حدا اخذ معه شيء. لك كله ولا يهمك، عمره ما حدا يورك. لك لمين بدك توري؟ لك هاتك. ما بدها؟ ها طيب ياخذ العلم. كيف تسكو؟ مرحبا ابو موفق. اهلين ابو سعيد. شو طلعت من المستشفى اخي؟ لا لسه احكي المستشفى. ايه وش شايفني قدامك؟ الحمد لله على السلامة. يا رب. شو ها جاي تصير عندي مثل عادة؟ هلا رح احسب لي قديش حقه. شوف لي يلا لشوف. مشان شو؟ لك انت احسب قديش حقه بعدين تعرف. يا الله. يعني حدود 500 ليرة. ايه بس شو شاريهم عن شي بقال يعني وغشك بسعره؟ يعني بتتركني انا اقرب الك وبتروح لسمان بعيد تشتري منه؟ ها ولا مزمار حي ما بيطري؟ لك هلا ناولني ناولني بعدين بتعاتبني. شو بدي ناولك؟ لك 500 ورقة حق الاغراض. وانا شو لي علاقة فيهم؟ ما بدك اياهم رجعهم مطرح ما اشتريته. لك انا ما اشتريت شي، هدول هدول اجوا لي مشقة على مرضي. ايوه هلا فهمت عليك. وليش بدك تبيعهم؟ لك يا ابو موفى البراد تليان عندي جبنه ولبنه ومكدوس وحلاوه، ناولني خليني اتيسر. طول بالك لنتفاهم بالاول. على شو بدنا نتفاهم؟ على حقهم. ليش ما انت قلت لي حقهم 500 ورقه؟ ايه انا مصدقك، ناولني لشو؟ هدول اذا انا بدي بيعك اياهم بيطلع حقهم هيك، اذا بدي اشتريهم منك حقهم 400 ليره. ليش بقى؟ لانه انا هيك بشتريهم من عند التجار. ايه بس انت بتشتري من عند التجار بالجبنة، انا بدي بيعك اياهم بالمفرق. ليش عم تضحك؟ ليش قلت شي بيضحك؟ لانه هي احلى نكتة سمعتها بحياتي. ومين قال لك اني عم نكت؟ لكان معقول اشتريه منك انا بسعر المفرق وارجع بيعهم بنفس السعر؟ ايه شو فيها؟ ضروري تربح بكل بيعة؟ طبعا ضروري. لكان انا ليش فاتح؟ اخي انت حط لي هالاغراض بالدكانة وبس ينباع وتعطيني حقه، بتكون هيك ما خسرت شي؟ يا اخي انا عندي نفس الاغراض، بدل ما ابيع لك اغراضك بيع اغراضي وبربح فيه. بالمختصر قديش رح تدفع لي حقهم؟ مثل ما بشتريهم من عند التجار. وانت قلت هات لي شوف. واقف لا افحصهم بالاول. ايش قال لي افحصهم؟ لك الشبه كله جديد شوف 2001. لا اله الا الله. مزبوط. هاي البيضه مكسوره ما بتتزمني. خذها بنص حقها. شو بدي اسوي فيها؟ لكليها وكلها. اخي يا ابو سعيد هدول 410 ليرات حقهم، بدك تاخذ حقهم ولا بتاخذهم؟ معقول يا ابو موفى من 500 ورقه ل 410 ورقه؟ معناتها قديش انت بتربح؟ اخي بدي اربح قد ما اربح، شو بدك فيه؟ دافع مليون ليره فروغ المحل وعندي ضرائب ورسوم ومصاريف. ايه بهي معك حق، اخي بنقسم البيت بالنص، نص المربح لك ونص المربح لي. ابو سعيد وصلت معي لهون، بتريد تاخذ حقهم ولا بتاخذهم؟ رح مرق لك اياها، يلا ماشي الحال، هات 410، هات هات لشو. ايه على عيني. يا رب. هاي وحده. هاي 100. هاي 2. 2. وهي 200. هاي 400.
العشرة، عطيني العشرة. وهي عشرة تكرم العين. روح الله يهنيك فيهم يا الله معك، مع السلامة. شو الأبو سعيد وانت شو بدي ساوي فيكي ها؟ أكلك ميت؟ إهليكي؟ بدي أخسر عليكي أكثر من حقي، بلاكي بحسب إنك من الأصل ما أجيتيني ها؟ صباح الخير نظمية، شو وين تفقتي؟ من زمان، وأنت وين كنت؟ عند أبو صلاح. شو بدك منه؟ يعني مريت لعنده، قلت له لا بقى تحسب حسابي لا ببيعة ولا بشروة، ما عندي شي بيعه وما عاد معي شي اشتري فيه. أريح لك، نبيل أفندي لهلا ما بعت لنا الفطور ها؟ ولشو الفطور؟ هاي في عنا سمك بالبراد بناكله. مو شكيتك لعينك، بدك يعني اكل فطور سمك؟ ايه وشو فيها؟ بعدين ليش الفطور هلا؟ ساعتين ثلاثة وبيبعت لنا نبيل الغداء اشكال والوان، بنفطر ونتغدى سوا. على كل الاحوال لازم يجيب لنا الفطور مشان ما يتعود، بعدين بصير بيقطش. لا ما بيقطش. لا بصير بيقطش. لا ما بيقطش. بيتعود وبصير بيقطش. عم بقول لك ما بيقطش. بدي اتصل فيه. لا. لا تتصلي بيزعل مني الكلام. بدي اتصل. لا ما بتتصلي. الله يوفقك خليني اتصل. لك ابوس ايدك لا تتصلي.